يا يوم ما لحني.
هاد المسنين منهم هاد القطور هاد الشريفه تشرفنا اليوم باش نترحموا لان ديك التخدمين هاد المسنين هو هذه مؤطرات اليتامى وفايتين خدمنا معاهم. هذه المؤطرات اليتامى قريبا غنكونوا في دار اليتيم باذن الله. ابى من ابى وكره من كره. انا كنعلن هنا اليوم العالمي لليتيم غادي تشتغل معاهم جمعيه شعله الامل باذن الله. هذه استاذة اليتامى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الحضور الكريم، حللتم أهلا وسهلا في جمعيتنا بدار المسنين بالخيرية الإسلامية باب الخوخة بفاس. لي عظيم الشرف اليوم باحتضان المركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات باب الخوخة لنشاط جمعيتنا جمعية شعلة الأمل للتنمية الاجتماعية والتضامن. وهو النشاط الذي أريد من خلاله الالتفاتة الإنسانية لفئة المسنين، خصوصاً وأننا نحتفل اليوم هذا اليوم باليوم العالمي للمرأة. المرأة التي أعطت الشيء الكثير لمجتمعنا كأخت وأم، أليس من حقها اليوم؟ أليس من الواجب علينا أن ننحني لها انحناءة إجلال وإكبار؟ وهي كمسنة قد رمتها الأيام بقسوة لهذا الفضاء. هذا الفضاء الذي يتوجب علينا أن نكتف جهودنا جميعاً من أجل ألسنته حتى يصير بيتنا جميعاً. نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا الحفل، كما أشكر السلطات المحلية على صدرها في تسهيل مأمورية تنظيمية، كما نود أن نبعث برسالة اعتزاز وفخر نحن نساء مدينة فاس لسيد والي صاحب الجلالة على جهة فاس مكناس لتشريفه لنا حضور هذا الحفل، وشكراً.